كان دلوقتي هنروح لموجز لأهم الأنباء مع لميا حمدين. تفضلي يا لميا. شكرا لك جمانة. 9 صباحا بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري. أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ما يحدث في السودان مؤسف ولا ينبغي التدخل في الشأن الداخلي حتى لا يحدث تأجيج للأوضاع. وأوضح الرئيس السيسي عقب ترأسه اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن مصر كانت حريصة خلال السنوات الماضية على أن تكون عنصرا متوازنا ومعتدلا في إدارة سياستها الخارجية. قال الرئيس السيسي أنه مستعد مع دولة جنوب السودان للعب دور الوساطة في السودان لإيجاد حل ينهي الأزمة. كما أكد الرئيس السيسي أن القوات المصرية في السودان وجودها للمشاركة في التدريبات فقط ولا تدعم أي طرف، مشددا على أنه تم التأكيد على أمن وسلامة القوات المصرية المتواجدة في السودان. أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين اتصالين هاتفيين مع كل من قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو. وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن بلينكين شدد خلال الاتصالين على ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية وضمان أمن البعثات الدبلوماسية والعاملين في المنظمات الدولية. Has been initiated to review the national security implications. زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا حيث التقى العسكريين المنتشرين فيها في سياق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وأفاد الكرملين أن بوتين زار مقر قوات دنيبرو العسكرية في منطقة خيرسون دون أن يحدد تاريخ هذه الزيارة الأولى لبوتين إلى المنطقة التي تسيطر القوات الروسية على جزء منها. وأعلنت موسكو ضمها العام الماضي مع 3 مناطق أوكرانية أخرى. قال وزراء خارجية دول مجموعة 7 أن الدول التي تساعد روسيا في حربها في أوكرانيا ستدفع أثمانا باهظة. وعقب اجتماعهم ليومين في اليابان أكد وزراء خارجية 7 أن التهديد الروسي بنشر أسلحة نووية في بيلاروسيا غير مقبول، متعهدين بتكثيف تطبيق العقوبات المفروضة على موسكو. أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان تدريبات بحرية مشتركة للدفاع الصاروخي. وبعد ساعات من التدريبات أصدر نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية للحزب الحاكم في كوريا الشمالية بيانا انتقد فيه الولايات المتحدة لدعوتها إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن بشأن اختبار الصاروخ الباليستي العابر للقارات. مشاهدينا انتهى موجز 9، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.